السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي نبهان. بهذا المقطع الفيديو حابب أبشركم بخصوص موقع المنحة التركية. رجعت الطلبات بعد ما كانت مختفية. هلا بعد ما نفتح على حسابنا ونروح لآخر قسم رح نلاقي سنة التسجيل 2019، رقم تسجيل المنحة، نوع المنحة وتاريخ إرسال الطلب، والنتيجة هو بانتظار التقييم، ومن هون بنحمل الملف PDF طبعا، ومن هون رؤية الملف التسجيل، ولكن هي غير متاحة. بننزل ملف التسجيل PDF. ما رح طول الفيديو أكتر، حبيت بس خبركم انه رجعت الطلبات لقسم طلباتي وصارت بجاري التقييم وانحلت المشكلة، الحمد لله رب العالمين. لهون بختم الفيديو، كان معكم علي النبهان.